يلا السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. شباب، ذاك الفيديو قلت لكم الفيديو الجاي راح اسوي لكم على اسعار الحمام الملكي. طبعا هو يسالون على اسعار الحمام الملكي، يدزوا لي الصور ويقولوا لي هاي قد اسعاره وقد اسعاره، فراح اذكر لكم كل نوع وسعره وان شاء الله اخلي لكم صورته على مود تستفادون. طبعا هواي ما يعرفون الاسعار الحمام الملكي، لان اكو عالم تبيع بكيفه، اكو عالم تبيع غالي وعالم تبيع مناسب. فهذا الفيديو راح اذكر لكم الاسعار المعقوله ان شاء الله. اول شيء عندنا الحمام الملكي العادي هو نفطي والماسي، راح اخليكم صوره على مود يوضح عندكم. انا عندي طبعا، بس اذا اقرب الكاميرا عليا ما راح يصير واضح، فراح اخليكم الصور مالتي واذكر لكم السعر. الماسي والنفطي ذن اثنين ب30 ألف الزوج، هذا ب30 ألف. عندك العسلي سعره من 75 لحد 100 العسلي. الاحمر هم 75-80 لحد 100، يعني هيك اسعاره. هذا العسلي والاحمر تقريبا نفس الاسعار، بس اكو بالعسلي اكو يصير جماليته يعني حلو يبيعونه اغلى، يعني وصل ل 150. والاحمر بالمعجون الاحمر طوخ يصير، يعني اذا راح اخلي لكم الاحمر المعجون والاحمر العادي على مود توضح عندكم الصوره. فالاحمر العادي قلت لكم من 80 لحد ال 100، المعجون 125 المعجوني. هاي الاسعار الاحمر. اللي يجي الورا الاحمر عندنا السلفر. السلفر اسعاره هم تقريبا 125 اسعاره. السلفر تقريبا من 125 يبدي وتصاعد، فعالم تبيع حتى 200، بس هو اسعاره من 125 لحد 150 يعني، وفعالم تبيع اغلى. هذا السلفر. السلفر طبعا معلومه ما يعرف بالملكي، الحمام الملكي من يشوف السلفر يعني عباله شلون النفطي على عادي هيك يعطي شبه، فراح اخليكم هم صورته على مود. السلفر يختلف عليهم، السلفر يصير والحلوه بيه السلفر يعني يطلع طفرات اذا تزوجونه. طبعا هم نسوي ان شاء الله فيديو جديد على الطفرات وعلى وش نطبق وش نطبق، يعني هم هواي جاي يستفسرون على الطبقات. فالسلفر قلت لكم هو اسعاره من 125 وتصاعد. يجي ورا اللافندر. اللافندر هم اسعاره من 125 150 125 هاي اسعاره يعني اللافندر. اللافندر طبعا اعتقد ما راح القى صوره، لان ما عندنا بالعراق هواي من عنده، وما مرغوب عندنا بالعراق، مرغوب اكثر شيء بالدول يعني الخليجيه او اكثر شيء الكويت اللافندر. وان شاء الله بهكة احصل صورته اخلي لكم اياها. وعندنا البريليت. البريليت يصير يشبه السنو وايت، نفس الشيء يعني يشابه، ان السنو وايت هو يصير ابيض ومطرف وباصفر اللي الجناح مالته، فيشابهن اثنين يشابهن، بس الفرق اللي بيهن البريليت يصير شلون مو صافي ابيض صافي، لا بي شلون النمش هيك بستافاته، فهذا الفرق. السنو وايت يصير لا صافي. البريليت سعره 500 ألف. السنو وايت لا، سعره جاهزة 13 ورقة تقريبا. هسه بلشنا يعني بالثقيل. هاي اسعارهن. فالمخاليف مال السنو وايت يطلع بتسعة اوراق بثمان اوراق المخاليف، بس الجاهزات لا 13 ورقة. البريليت يطلع ب 500 ألف، يصير شتافه ب مثل النمش. نسينا المشجر. المشجر اكو باسود واكو باصفر المشجر. الباسود يعني الجاهزات 300 ألف، والباصفر لا ب 400، يعني فرق اللي يصير الباصفر يصير اغلى من الاسود. الاسود ب 300 ألف الجاهزات، الاصفر ب 400، ويعني المخاليف يتحصلن بعد، انتم تعرفون المخاليف يتحصلن 200 225 الاسود.
المخاليف يعني بداية جهوزية يتحصلن السعر. الأصفر يتحصلنها 250-300 يتحصلن، فهذا المشجر. بقى عندنا الألبينو. الألبينو طبعا هاي الأسعار الصراحة أنا أكثر الأسعار ما أعرفها، فتواصلت ويا شخص، والشخص يعني ما شاء الله عليه يعني عنده كل النوعيات ويعرف أسعارهن ويبيع يعني بيهن، مو ينتج ويبيع فيعرف أسعارهن. فاستفسرت من عنده على الأسعار، واستفسرت طبعا أكثر من شخص مو شخص واحد. إن شاء الله جزاهم الله ألف خير، هم ما قصروا أعطونا الأسعار، وتقريبا الأسعار كلها متقاربة. الألبينو هو أغلى شيء بالحمام الملكي. الألبينو يصير يشبه السنو وايت بس أبيض صافي، ويصير عينه حمراء يعني يسمونها كبدة. هذا السنو الألبينو، وإن شاء الله هم راح أخليكم صورته، والصورة حاول أخليها قريبة على العين مالته على مود تعرفون تميزون بين السنو وايت والألبينو. الألبينو سعره يعني من 40-50 ورقة، اي من 40-50 ورقة سعر الألبينو. فهاي الأنواع مال الحمام الملكي. اكو بعد هواي نوعيات الصراحة هم ما استفسرت عليها، لان تعتبر هي طفرات، والطفرات يعني اكو عالم كل ما يبيع بكيفه، بس هذن الموجودات يعني مثل ما تقول دارجات بالسوق. اكو الطفرات، اكو اللي يسمونه سلكي، اللي هو اكو سنو واي سلكي، واكو عادي سلكي، واكو يعني هي الانواع بس يصير سلكي. سلكي يصير اذا شايفين الدجاج السلكي اللي مثل كان نسميه كوجي، وانه سلكي هيك يصير الريش مالته عبارة عن شعر، فيصير هيك تقريبا نفس الشيء فيسمونه سلكي. هذا هذا موجود عند ولدهم، راح خليكم الرابط مع الصفحة مالته واسم الصفحة مالته راح خليها على الفيس. فمعروف هو الولد بالجروبات العراقية، هم ولد اسمه علاوي، فراح خليكم الرابط الصورة مع الصفحة مالته على مود اللي يريد هيك نوعيات ويريد اي طيور يتواصلوا وياه. يعني صراحة هو اكثر شيء ساعدهم في هذا الموضوع، راسلته وما قصر وياه، قال اعطان الاسعار كلها. فالولد خوش ولد، ولي يحتاج من عنده طيور إيراس له. فهذا موجود عند هذا السلكي، موجود هذا اللي يسمونه ما أعرف نسيت اسمه والله، اللي يصير هيك وردة فوق من قاره. فأكو هذني يسمونه هذن الطفرات، فما استفسرت على سعرهن صراحة. إن شاء الله إذا تبدون نهم نسوي فيديو عليهن، مكتبونا بالتعليقات. فإن شاء الله هذا الفيديو يعني وصلت لكم بيه الأسعار، وإن شاء الله الأسعار مضبوطة، ويعني من ناس ثقات جبتها مو هيك. وشباب هاي نهاية الفيديو. طبعا هو اذا احتاجيت فيديو عن الطفرات، اذا اردت اسوي هيك فيديو على الطفرات، نحكي على الطفرات شنو نطبق وشنو، ذكرونا بالتعليقات علقونا، وان شاء الله ما اقصر. فالاعرف هم نسوي فيديو عليه، وهم نسأل ونجيب طفرات جديدة طبقات العفو على ما تطلع الطفرات. اذا اردتوا هيك فيديو علقونا، وان شاء الله نسويه بالايام الجاية. وهاي نهاية الفيديو، اتمنى عجبتكم، واذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك. تحياتي للجميع.